للأسف آرثر مورغان راح ينساها التاريخ. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن مجموعة من التفاصيل الصغيرة ومجموعة من المعلومات المهمة عن الشخصية الأسطورية آرثر مورغان، فيلا نخش في المقطع. أول معلومة، آرثر تم تربيته والاعتناء به من قبل دوتشو خوسيا، مع أنه آرثر لديه أب فعلي واعتنى به لفترة معينة، لكن آرثر يميل أكثر لداتشو خوسيا بسبب اعتنائهم الكبير جدا به. راح تقتنع أكثر بهذا الشيء لما تسمع الكلام التالي. سابقا كانت العصابة مكونة فقط من خوسيا وداتش، ثالث شخص انضم للعصابة هو آرثر مورغان، وآرثر مورغان انضم للعصابة وعمره فقط 15 عام. تم الاعتناء بآرثر من قبل دوتشو خوسيا لمدة 20 عام، ولما تبدأ الشابتر الثاني آرثر راح يكون عمره 35 سنة، لذلك آرثر يميل أكثر لدوتشو خوسيا لأنهم اعتنوا به معظم عمره، بينما أبوها الفعلي فقط 15 عام، لذلك آرثر يميل أكثر لدوتشو خوسيا لأنهم اعتنوا به منذ الصغر. المعلومة الثانية، آرثر يوصف والده بالشرير والمجرم. زي ما قلنا آرثر عاش بعض الوقت مع أبوه، لكن أبوه كان خارج عن القانون وأوتلو، ففي عام 1874 تم القبض على والد آرثر مورغان بسبب سرقته لعدة محلات والاعتداء على مالكيها، وذيك الفترة آرثر فقط كان عمره 15 عام ممكن أو أقل، فبسبب ذلك آرثر مورغان بنى صورة عن أبوه بأنه شخصية شريرة جدا ومضطربة. فقط هذه المعلومات الموجودة عندنا عن أبو آرثر مورغان. المعلومة الثالثة، آرثر لديه ابن. في أحد المحادثات مع رينز فول آرثر يذكر ابنه آيزيك. آيزيك هو ابن آرثر من امرأة يطلق عليها اسم اللايزا. عندما علم آرثر بأن اللايزا حامل بطفل، قطع آرثر وعد كبير لها بأنه راح يعتني بها وراح يعتني أيضا بالطفل. فعلا آرثر كان بين فترة وفترة يزورهم ويتفقد أحوالهم، لكن أحد المرات زارهم فشاهد جثتين خارج المنزل. اللايزا وآيزيك تعرضوا للسرقة وقتلوا بسبب 10 دولار فقط. للأسف آرثر اضطر أنه يدفنهم ويتقبل الواقع، وتم دفنهم مقابل منزلهم، ومن بعدها آرثر لم يعد كالسابق، بل أنه من تلك الليلة آرثر لم يعد لديه مشاعر حب تجاه الآخرين. ودليل هذا الكلام راح تكون المحادثة بين آرثر مورغان ورينز فول. I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered $10. It hardened me. Feeling that kind of pain.
But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. المعلومة الرابعة: آرثر يحب جاك كثيرا بسبب أنه يرى آيزك في جاك. جون مورستن في بداية اللعبة ما كان مهتم بجاك أبدا، وفي هذا العمر الصغير لجاك الطفل يكون محتاج الأب بشكل كبير جدا عشان يعلمه ويطوره وينمي قدراته، لكن جون ما كان مهتم أبدا، فآرثر كان الشخص اللي ملأ فراغ جاك الأبوي. آرثر يحب جاك كثيرا، يعني ممكن ما يظهر عليه هذا الشيء، لكن في أعماق قلب الأسطورة آرثر مورغان ترى يحب جاك كثيرا كثيرا كثيرا. واحتمالية كبيرة إنه آرثر ضحى بحياته من أجل جون لمصلحة جاك وحبا في جاك. المعلومة الخامسة: بما أنه آرثر تم الاعتناء به من قبل دوتش خوسيا، فإنه آرثر يرى خوسيا كالأب الفعلي والقدوة له. آرثر يأخذ العديد من صفات ولمسات خوسيا. آرثر حكيم وذكي، ذكاؤه وحكمته مشابهة جدا لذكاء وحكمة خوسيا. أفعال آرثر وطريقة تفكيره نسخة طبق الأصل من خوسيا. آرثر ما يحب العنف، يحب السلم، ويحب ينجز الشيء بأقل الخسائر، عكس دوتش بالضبط. أيضا خوسيا قال لدوتش إنه ينمي قدراته الكتابية والقرائية، وفعلا آرثر فعل ذلك، وأكبر دليل راح يكون مذكرة آرثر. شوفوا قد إيش الكلام البليغ الموجود فيها والرسمات الدقيقة جدا الموجودة فيها. فآرثر يرى خوسيا كالأب الفعلي له والقدوة الكبيرة في الحياة. المعلومة السادسة: آرثر ما يبغى يقع في الحب مجددا. ما حدث لآيزك مورغان سبب وجيه ليش آرثر ما يبغى يحب من جديد. ماري بيث كانت مهتمة جدا بآرثر مورغان، وكانت فعلا تحب آرثر مورغان. في الجهة المقابلة آرثر مورغان نوعا ما كان مهتم بيها ويحبها، لكن مو بشكل كبير جدا، لأنه بكل بساطة ما يبغى آيزك جديد في العالم. آيزك ولد لم يستطيع آرثر الاعتناء به، ولد من امرأة آرثر لا يستطيع العيش معها. بالرغم من جميع الأشياء الجيدة اللي فعلها آرثر من أجل العائلة، لكن لم تكن كافية، بل إنه آرثر لم يكن موجود في الوقت اللي احتاجوه فيه فعلا، لذلك آرثر خسر ابنه أهم ما عنده في هذه الحياة، لذلك آرثر مورغان لا يريد أن يحب من أول وجديد. معلومة السابعة: مصير آرثر كتب في الشابتر الثاني. آرثر مورغان شخص ميت لا محالة من بداية الشابتر الثاني. في أحد المهمات اسمها Money Lending in Other Sense، فيها شخص يطلق عليه توماس داونز. هذا الشخص مصاب بمرض السل. في أحد اللقطات توماس داونز يكح في وجه آرثر مورغان، ومن هنا تبدأ قصة آرثر مع مرض السل. الأعراض ما راح تظهر معاك إلا في الشابتر الخامس، ومن هذه اللقطة تم حسم وكتابة مصير آرثر مورغان، والموضوع ما في رجعة للأسف. أخص عليك يا توماس داونز. What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. المعلومة الثامنة: آرثر كان راح يترك العصابة بعد مهمة البنك الكبيرة اللي في مدينة الساندينيس. في المهمة الثانية لماري بيث من التشابتر الرابع، آرثر راح يوافق
إنه يترك العصابة ويعيش مع ماري بث حياة جديدة بعد مهمة البنك. طبعا لو تمت السرقة بنجاح كان آرثر أخذ قروشه وهجر العصابة وسحب على العصابة أو أهل العصابة ويعيش مع ماري بث حياة جديدة بعيدا عن الحياة الإجرامية. لكن للأسف المهمة باءت بالفشل وفشلت فشل ذريع جدا. هربوا من أمريكا بسفينة لكن هذه السفينة تحطمت وانتهى المسار بيهم في غورما، وقعدوا في غورما لوقت طويل جدا. لما آرثر مورغان يرجع مرة أخرى لأمريكا راح تجيه رسالة من ماري بث تقول فيها إنها ملت من الانتظار وملت من آرثر مورغان ومماطلته لها وإنه ما راح يتغير أبدا. آرثر فعلا تغير لكن ماري بث ما فهمت الوضع وإيش صار فعلا لآرثر مورغان واللي خلاه يتأخر هذه المدة طويلة جدا. فماري بث استعجلت في القرار وسابت آرثر نهائيا، وهذا راح يخلي آرثر مرة أخرى وحيد وراح يخليه يرجع للعصابة مرة أخرى. المعلومة التاسعة والأخيرة، آرثر راح ينساه التاريخ. لما تلعب ريد ديد ريديمشن الجزء الأول بجاك مورستن راح تلاحظ إنه الناس في المدينة يذكرون جون مورستن وإنه كان رجال طيب وأسطورة، وأيضا راح يتم ذكر بطل ريد ديد ريفولفر اللي هو ريد هارلو. يعني كل أبطال الأجزاء السابقة راح يتم ذكرهم في ريد ديد ريديمشن الأول، لكن الشخصية الوحيدة اللي ما يتم ذكرها راح يكون للأسف آرثر مورغان. جون مورستن ما يذكر آرثر مورغان أبدا أبدا في الجزء الأول بالرغم من أنه آرثر مورغان ضحى بحياته من أجل جون مورستن ينجو، لذلك شخصية آرثر مورغان راح ينساها التاريخ. طبعا بالنسبة لنا آرثر مورغان لن ينساه التاريخ أبدا لأنه عشنا معاه صراحة أفضل تجربة وعشنا معاه حياته بجميع تفاصيلها ومشينا آلاف الأميال بأقدامه، لذلك آرثر مورغان بالنسبة لنا اسم مرصع بالذهب. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم. We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. Ain't no more time for talk. Go. Arthur, go to your family. Arthur, get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. Mm-hmm.